والحصيلة المحققة في هذه الدورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المشاركة لهذه السنة كانت نوعا ما صعبة حقيقة، كان عندنا اكسبيريونس ومشي مشاركة تاعنا الأولى في بطولة إفريقيا، لكن هذه السنة استثنائية اللي جات جراء وباء الكورونا، التحضيرات كانت نوعا ما ناقصة، ضيق الوقت، البروتوكول الصحي اللي كنا متبعين فيه وكنا متخوفين كثير، لكن هاد العوامل كلها كانت ضدنا، لكن ما منعتناش باش انا شخصيا نحافظ على اللقب القاري الثاني المره الثانيه على التوالي، وحقوا الزملاء تاعي حقوا نتائج ايجابيه. أمينة، نعلم بأن تعداد المنتخب المشارك في هذه الدورة تم تقليصه إلى 6 رياضيين، كان من المقرر أنكم تشاركوا ب 18 رياضيين، هل يمكن القول بأن هذا العامل ربما أثر على الحصيلة المحققة؟ للأسف نعم، في الدقيقة الأخرى علنوا على لا ليست اللي كان حتشارك، ولينا 3 في 3 غارسون، أكيد هذا الشيء أثر علينا نفسيا، لأنه موالفين سيرتو شامبيون دافريك سي أن أوبجيكتيف تري امبورتون، موالفين نروحوا ليه ايكيب سودي كاع كيف كيف، هذا العام نوعا ما هذا الشيء أثر علينا نفسيا، لكن الحمد لله قدرنا نداركوا الأمور وقدرنا نحققوا نتائج إيجابية، ونوجه لهم رسالة نقول لهم ما تفشلوش، مازال هناك منافسات أخرى إن شاء الله نكونوا حاضرين فيها ونشرفوا الرأي الوطنية إن شاء الله. أمينة، نعود إليك شخصيا، إذا ميدالية ذهبية أخرى، نعلم بأنها الميدالية الثانية على التوالي في دورة إفريقية، نذكر بأنك حافظت بهذا التتويج على لقبك القاري، حدثينا عن حظوظك وطموحاتك في المحطات المقبلة للمنتخب الوطني. أكيد طموحي هو دائما جمع النقاط لنيل تأشيرة التأهل إلى طوكيو 2021 إن شاء الله. الطريق إلى طوكيو ما حش يكون سهل، ما هوش مفروش بالورود، ما زال هناك مصاعب كثيرة، لكن بالعمل وبالعزيمة وبالإرادة وبتوفير الإمكانيات خاصة من طرف السلطات المعنية اللي راهم يوعدوا فينا، قالوا وفرنا لكم ماذا بينا احنا نعرفوا هذه الإمكانيات اللي راهم يعطيهم لنا وشنو هما، راهم يقولوا نعطيناكم دي بوخس دي سي دي بيدجي سبيسياليزي اشاك اتليت اللي راهو في لاكورس هذه، دونك رانا حابين نعرفوا هذه الامكانيات وباش نكونوا في الصوره، وكذلك ظروف كاس ظروف تحضير لكاس افريقيا ربما كانت صعبه عليكم. اكيد كانت كثير صعبه، كنا في ظروف الظروف ناقصة جدا، وهذه هي دونك قلت لك باللي الحلم هو التأهل لأولمبياد 2021، هناك منافسات أخرى، كاين الماستر لو 10-11 جونفي بقطر، هي ستين كومبيتيسيون دو نيفو وين يكونوا حاضرين 36 رياضي اللي مكلاسين عالميا، دونك ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نقدروا نحصدوا أكبر نقاط. أمينة، تحدثت عن صعوبات وجدتها في التحضيرات، حدثينا ربما عن النقائص من الأمور اللي تخصكم ربما كرياضيين لتكونوا في مستوى أفضل، النقائص اللي تعانيوا منها يعني في النقائص اللي عانينا منها خاصة في لاغيكوبيراسيون بوكو بليس وسائل الاسترجاع في وسائل الاسترجاع نعم، كانت هناك ظروف كانت صعبة، مام في لو سونتر دو سويدانية كانت هناك أشياء ناقصة، مي المسؤولين تاع لو سونتر كانوا يزيدوا من عندهم حقيقة ووقفوا معانا وكانوا يوفروا لنا كل الإمكانيات واش يقدروا، دونك هذه ان شاء الله الظروف اللي جايه ان شاء الله التحضيرات تكون في المستوى اللي يليق بينا ومستوى التحضيرات، لانه هذا المحفل الدولي الكبير هو طوكيو ماشي شامبيون دافريك، ولا بالك شامبيون دافريك تقدر بتحضيرات متوسطه يعني تحقق نتيجه، لكن هاد لا كومبيتيسيون هذه لازم التحضيرات تكون في المستوى. امينه، تحدثتي عن حلم الأولمبياد، نعلم بأن رياضة الجيدو أنجبت عديد الأبطال في هذه الرياضة حتى على المستوى الأولمبي، عندنا يعني ميداليتين على مر التاريخ، هل يمكن القول بأنه الحلم الأولمبي مشروع بالنسبة لك وحتى بالنسبة للجيدو ككل؟ في أنا بالنسبة لي حاجة مستحيلة، لأنه هذه الإنجازات اللي نعيشها ليومنا هذا كل كانت مخيلتي وكل كانت أهدافي، والحمد لله أني نحقق فيها خطوة بخطوة. أنا الحلم أولمبياد نقدر نقول لك ماشي مستحيل، لكن ماشي غير بالفم هكذا سهلة، في عامل كبير، لازم تكون كاينة اون بروغراماسيون، لازم يكونوا كاينين دي ستاج دو نيفو، لازم المستوى تاعنا يطلع بالعام عمل وبهذا الاحتكاك مع الرياضيين ذو مستوى عالي، ان شاء الله ربي يقدرنا وان شاء الله نشرفوا الرايه الوطنيه في المحفل الدولي في طوكيو، لما لا ان شاء الله.
إذا أمينة طبعا نتمنى لك كل التوفيق بحول الله. الحلم مشروع كما قلتي، ونتمنى لك إن شاء الله الميدالية اللي جبتيها معنا اليوم إن شاء الله تكون ميدالية أولمبية في المواعيد المقبلة. إذا مشاهدينا الأفاضل بهذا كلمة أخيرة أمينة قبل ما نختم طبعا. أكيد كلمة أخيرة في الآخر، حبيت نشكر عائلتي الكريمة خاصة الوالدين الكريمين على تشجيعتهم، نشكر النادي تاعي باب حسن وكل المدربين اللي راهم واقفين معايا، وكذلك حبيت نشكر الصحفية هناء اللي راهي تبعتنا في كل صغيرة وكبيرة في التحضيرات وما في المنافسات، ونهدي هاد الميدالية للشعب الجزائري ونقول لهم كملوا هكذا، دعمونا ساندونا، ما كاش غير كرة القدم، كاين مام الجيدو، دونك كملوا هكذا، وان شاء الله بتشجيعكم وتدعيمكم ان شاء الله نكونوا دائما نشرفوا الراية الوطنية. نتمنى كل التوفيق أمينة، ونتمنى كل التوفيق للرياضة الجزائرية ومزيدا من الإنجازات والتتويجات. مشاهدة.